الآن وصلنا جبل بني جونة، ما شاء الله برضو روعة، روعة من الروعات. نسير في جبل بني جونة، وزي ما تقول يحتاج حلقات الجبل ذا. الخط حق بني جونة هذا ممتاز لكنه ضيق شوي، لازم أحد يكون حريص شوي. جبل بني جونة ما شاء الله خضرة غير عادية يا جماعة، وقلت لكم تحتاج حلقات حتى نغطيها هذه بالذات. الله يهنيهم اللي ساكنين هنا في هذا الهدوء وهذا الخضرة، يعني تزيد في الروح، أكسجين نقي، صفاء، شيء غير عادي، شيء غير عادي يا جماعة. وكل هذا وأمطار وخضرة وجمال وجو بارد. أنا مبهور من جمالها يا جماعة، خاصة موسمها ذا، يعني في غير الموسم يمكن ما تكون جميلة بالشكل هذا حقيقة. الله لو تتوسع الطرقات بس وتنعمل فيها منتزهات ومنتجعات وسكن في الجو البارد هذا خرافة. الحلقة اليوم ما هي حقت بني جونة، لكن حين شغالين نصور بني جونة مع لصلب اليوم. متنزهين في كل مكان ما شاء الله من شدة الخضرة والأمطار لا حول ولا قوة بالله. أنا عندي مؤلف اسمه ألمع، قبل يمكن 15 سنة نزل موسوعة فيها نقاط كثيرة جدا سياحية في رجال المع حقيقة، ورخص وزارة الإعلام وتوقيع سمو الأمير، لكن طباعته كانت مكلفة فتوقفنا عن طباعة المجلد. والله بني جونة غطت على صلب صراحة، أمطارها كثيرة لكن كلها ثنتين جميلة بشكل عام، يعني كلها رائعة، لا صلب ولا بني جونة ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بكر حصونهم القديمة والرائعة. سلام يا سلام يا سلام على ال... يا سلام ما أحلاها. شفت مكان طلع أحلى من اللي قبله، الله يعينكم. 200 سناب اليوم، سبحان الله العظيم. هذا الجبل بني جونة، حتى الفرامل ها صار عليها ونة، لأن كل هبوط نزول 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 لازم في نمرة ثقيلة النزول. نازلين الحين نبغى نوصل الصليل. وصلنا الحين وادي الصليل، الوادي المشهور بخضرته والزحمة والعالم اللي يجون من كل مكان، صراحة يستاهل. الزحمة يا جماعة، الخطوط ضيقة، يلا تمشي سيارتين جنب بعض يلا. سمعتوا عنه، ماشيين في الوادي الصليل برضو رائع كالعادة. ألمع كلها تحفة تحفة ما شاء الله، بس طرق لازم لازم تحرك وزارة السياحة، وزارة الطرق، البلدية يجهزون مواقع، يجهزون يعني أماكن توقف فيها السيارات، خدمات شاهي قهوة عصيرات، مواقع جنان، لكن ما في خدمات، ما في خدمات. يلا هذه فرصة،